يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم نظر المرأة إلى الرجل في التلفاز كنظرها إلى الدعاة والمشايخ والعلماء عند إلقائهم للمحاضرات؟ والله هذه بلية، مسألة الشاشات هذه وظهور الرجال أمام النساء والنساء أمام الرجال، هذه مصيبة. بإمكانها أن تستمع للمواعظ وإلى الدروس من الراديو، ما تشوف فيه صورة. نعم.